وسعيدة جدا النهاردة ان انا مع عميدة المعهد سيدة سوير صالح، وسعيدة بالاحتفالية الكبيرة والتواصل مع الجيل الجديد بعمالقة الفن وهانم الفن صفية العمري اللي النهاردة عاملة حالة من الحب وسط الطلبة والجيل الجديد اللي عايز يخش بقى مجال الفن سواء في التمثيل او في الاخراج المجال الثقافي والإبداعي الجديد. برحب بحضرتك وبحييكم على إن الاهتمام بالفن في التعليم، لأن ده اللي بيعلي الذوق وبيبعد الجيل الجديد عن الإرهاب والطلبة عن الإرهاب، بيديهم حلاوة روح وبينقي روحهم. الفن شيء من تهدئة الوجدان، يعني زي ما بيقولوا يعني. طيب انا في البدايه برحب بحضرتك طبعا، ومنورين ومشرفين الاحتفاليه. احنا لينا عاده في اكاديميه الشروق والمعهد الدولي العالي للاعلام ان احنا كل سنه بنعمل احتفاليه لابداعات طلاب الاعلام في المنطقه العربيه وفي الجامعات المصريه سواء الحكوميه او الخاصه. السنه دي الحمد لله مشارك معانا 41 جامعه في حوالي 180 عمل اذاعي وتلفزيوني ومواد تسويقيه ومواد صحفيه، يعني كل منتجات مشروعات التخرج لخريج اعلام بنعمل لهم احتفاليه كبيره، وبنجيب نخبه كبيره من المخرجين والمسوقين والصحفيين لتحكيم اعمالهم، يعني خارج الاطار الاكاديمي عشان يبقى فيها حياديه وشفافيه تامه. دي يعني الدوره الثامنه اللي بنعملها. الحمد لله دايما لينا عادة ان احنا بنكرم احد رموز الفن المصري والعربي من القيم الفنية والعمالقة الموجودين، لان زي ما احنا بنقول دي القوة الناعمة لمصر، وهم دول اللي بيدوا يعني زخم للحياة الثقافية والحياة الإعلامية. السنة دي يعني أسعدتنا وشرفتنا نجمة كبيرة للأستاذة صفية العمري، وكانت الحقيقة سلسة جدا، يعني ما كنتش متصورة نجمة كبيرة هتوافق بسهولة كده أنها تبقى موجودة معانا، وقالت لا دي فرصة طيبة أن أنا ألتقي بالشباب وأن أنا يعني أتواصل مع الجيل الجديد. فإحنا لينا عادة أن إحنا بنعمل كتاب تذكاري عن النجم المكرم ومطبوعات بنعرف بيها الطلبه والجيل الصغير بمشوارها الفني وبحياتها، وبنعمل لها فيلم تسجيلي وبنعمل لها يعني شغل اعلامي محترف بيقوموا بيه الطلبه، يعني الطلبه هم اللي بيعملوا الفيلم. هو ده اجمل حاجه ان هم الطلبه اللي بيجمعوا الداتا وبيجمعوا المعلومات وبيعملوا لها الفيلم التسجيلي وبيعملوا المونتاج بتاعه وبيعملوا كل خطوات الاعمال سواء الفيلم التسجيلي او البرومو او الكتاب او البروشور او النشره الفنيه. كل المطبوعات بيبقى طبعا باشراف أساتذة المعهد الأفاضل اللي بيساعدونا في يعني في كل دورة في العمل، إنما بيبقى الجميل إن الطلبة هم اللي مشاركين معانا. طبعا الأستاذة صفية العمري مش إحنا اللي هنتكلم عنها، ده تاريخها الفني والإبداعي يعني نموذج مشرف للفنان المصري والعربي. وإن شاء الله تبقى احتفالية جميلة بوجود حضراتكم، ونعمل لها تكريم بسيط يليق بفنانة كبيرة زي الفنانة صفية العمري. أكيد أكيد. يعني عايز أعرف برضو الطلبة هنا بعد ما بتتخرج، هل بتفتحوا لهم مجال للعمل؟ هل بتودوهم ورش بعد كده؟ هل بتكون على تواصل مع مخرجين؟ ولا أنتوا بتجيبوا المخرجين يشوفوهم زي النهاردة كده وهم اللي بيختاروهم بقى لما بيلاقوا حد موهوب في أعمالهم فيما بعد؟ لا الحقيقة إحنا يعني الجزء العملي أو الجزء التطبيقي شغال من الفرقة الأولى معانا، بيعملوا فيها مشروعات وبيعملوا فيها بروجكتات حتى في المواد النظرية، ودي اجمل حاجه في دراسه الاعلام ان هو بيدرس الحاجه وبيطبقها فعليا. فمش بس ان احنا بنعمل المهرجان، ده المهرجان ده بيتوج العمل الاربع سنين كامله مع الطالب، انما من سنه اولى احنا بنجيب لهم نخبه من الاعلاميين والخبراء اللي هم بيدربوهم فعلا. عندنا مواد تدريب عملي ومشروع تخرج، وحتى المواد يعني المواد النظريه بيبقى فيها جزء تطبيقي عملي، بنجيب يعني فنانين كتير جدا ومخرجين. زي مين اللي جالكم؟ والله في الاستاذ هاني لاشين بيدرس معانا، في الاستاذ سمير فرج كان بيدرس معانا فتره، يعني معانا نخبه كبيره جدا من الاذاعيين. معانا مدام انتصار شلبي، ومعانا الدكتوره لمياء محمود. وحضرتك لما تحضري الاحتفاليه تشوفي كم المكرمين موجودين، كل دول بيشتغلوا معانا وبيدربوا الطلبه من سنه اولى كمان موجودين معانا، وبيبقى في فرصه للتدريب مش بس للمشروعات التخرج. بقول لحضرتك الاحتفاليه او المهرجان ده بيتوج عمل اربع سنين كامله لمشروعات التخرج للطلب. أنا بحييكم وسعيدة جدا وبنبسط جدا الاهتمام بالفن واهتمام بالثقافة
لان ده بيقولوا عليه غذاء الروح والاعلام طبعاً. وان ده الجانب الثقافي ده ما يبقاش بس الـ الـ الاهتمام النظري طبعاً. ولكن الاهتمام بالنوعيات دي من الحاجات والحفلات دي اعتقد بيبقى ليها دور كبير جدا للطلبه، بيبقى اليوم ده ما بيتنسيش في المشوار كله. ده حقيقي طبعا. انا بشكركم وان شاء الله، يعني انا حضرت قبل كده في اكاديميات اخرى وخرجوا منها، كان الطلبه كان مشروع تخرج وكان رحت صورت، ودلوقتي كان الدنيا سمير غانم تامر حسني مبدعين، هم دول اللي بقوا دلوقتي الفنانين، يعني هم كانوا الطلبه لما جيت. فاتمنى عندك اقابل الطلبه ويكونوا مبدعين زي الطلبه اللي قابلتهم بقوا نجوم كبار. اشكرك جدا يا حبيبي. شكرا شكرا.